هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط؟ أنت بتتكلم في إيه يا مرجان بيه؟ هي في الحقيقة مش ثانوية عامة، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سيادة الوزير يا فندم. نكلم سيادة الوزير، إتس فيري تريفيال ماتر، دي مسألة بسيطة جدا. طب دلوقتي أنا عارف إن الدراسة ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان بيه. أنا متشكرين أوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامة الله. ناجح وموفق بإذن الله. الامتحان النهاردة ما بيقتصرش على آراء رسمية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن. ده بعد إذنك يعني. اتفضل. ده الأستاذ. عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعة موصي عليه توصية جديدة، ياريت بقى سعادتك تهتمي بيه شوية زيادة. مش محتاجة توصية يا دكتور، طلبة كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. عن إذنك يا دكتور. شريف، قول لي يا مي. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماي. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا أصل أول يوم بقى ومنتعرف على الزملاء يعني. المحاضرة مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقة الأسئلة. امتحان إيه؟ وإحنا لسه اصطبحنا؟ هو متضر للنار كده على طول؟ أيوة. أصل يعني مؤاخذة أنا لسه مستجد ومسخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي أعرفه. إحنا مع بعض مهاميهم، ها؟ نشغل بعض شوية، وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جايلي نوفي، ده بكاميرا، ده هدايا مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ مسموح نبص في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسموح لكم كده انك انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهاردة زهر النبي هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سراني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش. وبعدين أنت متأخر ربع ساعة على المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهاردة في إكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا قبله يعني عشان ما تقولش. وانا مش قبله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي، همد لك الامتحان ربع ساعه. ايه بقى تبدل الامتحان ربع ساعه؟ لا ده كوسه بقى بصراحه. اسمعي، لا بقى ده كوسه بقى. بص انا مش كوسه. هنعمل بقى شويه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا مرجان ده ربع
ساعة. يا فرجان انت بتعمل ايه؟ فضلات بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهاردة. برافو. عدي ما تكلمش حد. بابا انا ابوك وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت ابله حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش ابله والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم الجي اللي هي جمجمه والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الواد بينفخ لها في ودنها. ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين انهم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هما مين دول ما انت مين؟ تامر وعليا. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان خليك كول. الله ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وافتح له الدي. يا ده عمال تقدم مع البنت من الصبح ومحدش مالعين. يا ماما حرام عليك ما ينفعش كده. انت انت خالص مفيش دعوه خالص. مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اخدك بتتقدم في الفصل وانت قاعد قفص جوافك. بي كول مان بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل الحضارات. اونكل حرام يا اونكل توسه ده جميل. جميل مالكش دعوة انت. انت مقنت مع نفسك. انت مالك. امشي من هنا. امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واحد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود. عجبك المسخرة اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيلة والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنة اخ محمود. انها الفتنة. ما احنا كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. يا حرجان اضرب بيد من حديد. ما فاضرب بيد من حديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره اطلع بره اطلع بره بقى. قادر بيكول بيكول. صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليه النعمة وحسين. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي. هو مدلوع عليها ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرعة اخضر كده ليه؟ بكرة تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق هيثم ان انا حبيتك. انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كتكوني لك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان دي تبع عدي. عدي يا ابني. ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ ازيك؟ جاهز لخبورة دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا ولا داري بحاجه. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنت تقدموا ولا جيت تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بنت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لامن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكي؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. لا امال انت برج ايه؟ العذراء.
هنكذب من اولها. احمد مرجان يا استاذ مرجان، في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيأنت مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بانت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله، مش فاهم. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده؟ امال بيحبها حب ايه؟ يا ممكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو، ما انت مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انت مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمة أنا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا أنكل في النهاية ده قرارها هي. التربية والأخلاق أهم مليون مرة من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك، بس هم ما أجرموش يعني. لا يعيب الطالب أو الطالبة إنهم في قليل من الأحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي، حقوقوا علي أنا غلطان. دماغك يا ابن أبوس. ده مش جامعة، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخمور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان أحب أقدم لكم الأخ مرجان أحمد مرجان، عضو جديد معانا في أسرة نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي الأخت باكينام، زميلة معانا في الكلية وعضوة هنا في الأسرة. وعرفت إزاي إنها الأخت باكينام؟ الأخت باكينام بتدي دروس دينية لهداية الطالبات في الجامعة. اللهم أرضى عليكي، اللهم أرضى عليكي يا أختي باكينام. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا، انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو حلو قوي. لزياره اطرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان، اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق، وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتى من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان، ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العلن. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين، ودي تفرق ايه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده؟ انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت واقع على البيت، على اخر الزمن مش عارف ربيك ولا عبيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم؟ هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت شغلي كله وعدتهم في الجامعه، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا انت واقع على البيت. يلا.